هذا وتقام اليوم بمطرنية السيدة العذراء مريم في حلوان صلاة الثالث على أرواح شهداء حادث حلوان الإرهابية. نتابع الآن جانبا من هذه الصلوات. موضع الذي يهرب من الحزن والكآبة والتناول في نور قديسي أخبر سيدهم في يوم الذي رسمت قواعدك الحقيقية غير الكاذبة ما لم تره عينه ولم تسمع منه زعلنا وعن سائر شعبات عن هذه الكنيسة على الموضوع المقدس هذا صالحة ونافعة تدخل إياه الذي تعطي السلطان أن دسعة الأقارب لميجي أنت بمترس أنت بغاجي إذن مشاهدين هذه اللقطات الحية مباشرة من كنيسة العذراء في حلوان وصلاة الثالثة لشهداء الحادث حادث كنيسة مريمين في حلوان.